وللمزيد عن فضيحة الابتزاز ومآلاتها وحجم الفساد الذي يتكشف يوما بعد الآخر، معنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. أهلا بك سيد لبيد معنا. يعني بداية، فضيحة مثل هذه وأن يكون هؤلاء الضباط الكبار هم من يبتزون المواطنين بدل حمايتهم، إلى ما يؤشر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. هذا يؤشر إلى حالة، إلى واقع الفساد الذي يشهده العراق. يعني هذه ليست أول مرة تنبعث رائحة الفساد التي تزكم الأنوف من وزارة الداخلية وكذلك من وزارات أخرى، لكن على وجه الخصوص وزارة الداخلية اشتهرت بعمليات الفساد وعمليات الابتزاز. يعني وإذا نتذكر أن قبل حوالي 3 سنوات صرح وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي نفسه، صرح وقال أن مراكز الشرطة تبتز المواطنين بالأموال وبأموالهم وبشرفهم، ودعاوى المواطنين تمنع إيصالها إلى المحاكم. يعني هذا اعلى مستوى في وزاره الداخليه يقول هذا الكلام عن مؤسسات تابعه لوزاره الداخليه نفسها. يعني والامر بما انه الامر كان يعني مرت عليه اكثر من 3 سنوات عن هذا التصريح، فهذا معناه انه لم تجري اي معالجه في واقع الابتزاز وواقع الفساد الذي تعاني منه وزاره الداخليه. فنحن امام هذا الواقع المرير بالحقيقه، وهذا يشمل كثير من مقاصد الدوله ومؤسساتها الكبيره. سيد لبيد، العقوبه ضد ضباط في شبكه الابتزاز بحسب مسؤولين ستكون الاقاله من مناصبهم، باعتقادكم هل هذا الامر يكفي لردع اعمال كهذه؟ بالتاكيد لا، هو حتى في السياقات القانونيه هذا لا يكفي. الاقاله او النقل مكان إلى مكان في ضمن حدود الوزارة هذا لا يكفي. هذه ليست عقوبة بالحقيقة، هذه عملية تواطؤ وعملية تسامح على حساب الأمن المواطن وعلى حساب المهنية. الإجراء اللازم هو يتمثل بأنه يجب أن يحالوا إلى القضاء. هذه الجرائم التي ارتكبتها هذه الشبكه، شبكه الابتزاز، هذه جرائم يعاقب عليها القانون. ولذلك يجب ان تبت المؤسسه القضائيه بهذا الامر، ويفترض المؤسسه القضائيه هي نفسها، يعني مثل ما سمعنا نحن بالاخبار، المؤسسه القضائيه بالتاكيد سمعت بهذا الخبر وهي تعرف اكثر التفاصيل وتعرف الحقائق بكل تفاصيلها وبأسماء المتورطين بأسماء المجرمين. ينبغي على المؤسسة القضائية نفسها أن ترفع دعوة شكوى ضد هؤلاء المتورطين بأسمائهم، لكن المؤسسة القضائية هي الأخرى بالحقيقة يعمها الفساد. ثم أن هناك مسألة هذه تعودنا عليها، مسألة عندما تكون حالة كارثية من هذا النوع، يعني حتى عندما حدثت حرائق وسرقات ونهب أموال وفساد من أنواع مماثلة جرت نفس العملية، عملية نقل، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العسكرية ومؤسسة وزارة الدفاع والداخلية، يجري نقلهم، يجري إقالتهم إلى آخره. هذه معناها هو هذا احد العوامل التي تجعل الضباط او المسؤولين يمعنون في الفساد، لانه كما يقول المثل من امن العقاب اساء الادب. فهذا هو الذي يؤدي. طيب، هل فعلا شبكه الابتزاز تقتصر على نحو 40 ضابطا، ام ان هناك جهات اكثر نفوذا ربما كانت تدعم هؤلاء لتقاسم الموارد والمكاسب؟ والله من خلال المؤسسات، يعني احنا يعني اعفيني عن ذكر الاسماء لانه هناك يعني فيها عواقب كما تعلم حضرتك. يعني لكن انا ساذكر يعني بعض المؤسسات التي المتورطه، يعني هناك ضباط كبار في جامعه الدفاع للدراسات العسكريه، هناك احد معاوني رئيس اركان الجيش،
يعني للإدارة. وهناك ضباط كبار من مديرية دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، هناك ضباط كبار من مديرية أبواج طوارئ بغداد، هناك ضباط كبار من مديرية استخبارات مديرية الحماية، حماية المنشآت والشخصيات، وبالإضافة إلى مؤسسات ضخمة كبيرة، أسماء كبيرة لهذه المؤسسات، ومن كل مؤسسة هناك ضباط كبار أكثر من ضابط ضابطين كبار. فإحنا بعد ما نزلنا إلى مستويات يعني أدنى الضباط، فمسألة 40 عدد قليل، أنا أعتقد 40 ضابط، بالإضافة إلى 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 موظفين آخرين يعني غير عسكريين غير مدنيين، يعني بالتأكيد يشملهم، هناك من يدير هذه الشبكات الإلكترونية يعني من المتمرسين يعني تقنيين، ليسوا عسكريين، ليسوا بالضرورة أن يكونوا عسكريين يعني، بل 40 عدد قليل أنا أعتقد. إلى السؤال الأخير الآن سيد لبيد، يعني مصادر مطلعة تتحدث عن تبادل أعضاء شبكة الابتزاز هدايا مثل سيارات دفع رباعي وشقق في مجمعات سكنية فاخرة، يبقى السؤال ما حجم موارد الابتزاز حتى تضاهي هكذا هدايا؟ وهل يمكن أن يكون في هذه العمليات مشروع غسيل للأموال مثلا؟ يعني لا تستبعد شيئا، لا تستبعد شيئا، هو هذه عملية الابتزاز بالحقيقة، هي قاموا يعني هو على سبيل المثال يعني هناك ضابطان اختلفا مع بعضهما، يعني أحدهما يدير شبكة ويدير صفحة من صفحات الفيسبوك، والآخر يدير صفحة أخرى، يعني هذا طلب من الآخر 30,000 دولار، لأنه هم ضباط في نفس في وزارة الداخلية، هم اثنان في طلب من الآخر أنه 30,000 دولار مقابل أن لا ينشر صورا شخصية له ولعائلته، إذا هذا رفض فنشأ خلاف، يعني هذا الخلاف ربما هو الذي قاد إلى خيوط أدت إلى اكتشاف هذه العملية، عملية الابتزاز الكبرى أو الشبكة. فهذه واحدة من أمثلة الابتزاز، فهذه الابتزاز عمليات الابتزاز مضى عليها سنين طويلة، وكل عملية ابتزاز يعني إذا كانت 30,000 دولار أو أكثر من 30,000 دولار وعليك الحساب، يعني فتتراكم عندهم أموال كثيرة ضخمة يعني. ومسألة مثيل الأموال التي أشرت إليها حضرتك، هذه واحدة بالحقيقة واحدة من أشكال الفساد الذي يعم العراق، فلا تستبعد شيئا من هذا القبيل. لبيد الصميدي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.